<شيك> حياكم <سحك> الله مشاهدينا الكرام في حوار السلطه لي هذا اليوم وارحب بضيفتي هنا في الاستوديو السيده زيتون الدليمي عضو مجلس النواب العراق عضو لجنه التربيه النيابيه مرحبا بي حضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك حياك الله, سهلا. 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 اليوم عندنا عده محاور في حلقه هذا اليوم بس خليني شويه ابدا سياسيا وبعدها سانتقل الى محور التربيه وهي حضرتك عضو لجنه التربيه م... النيابيه وبعدها ايضا محور اخر مهم الجميع الآن يقول من المفترض حان الوقت للقوة السياسية السنية والقيادات السياسية السنية أن تتوحد لأن هذا الخلاف لا يمكن أن يستمر بسم الله الرحمن الرحيم حييك وحيي قناتكم إن شاء الله نبقى معاكم مستمرين ومتواصلين في يعني الطروحات السياسية والمهنية والاجتماعية في كل المحاور بالحقيقة لملمة البيت السني هي أمنية. ولكن هذه الأمنية صعبة التحق التحقيق يعني. م. عمرهم السنة ما اجتمعوا وعمر الشيعة أيضا هم ما اجتمعوا. ما دام هناك أحزاب مختلفة ولها قيادات مختلفة ولها أهداف مختلفة ما ينجمون ما تتصور أكو يعني في شيء يجمع. مه. رغم انه في اشياء كثيره تجمعنا احنا مه. حتى نقدر يعني في كل الكتل السياسيه تقدر مه. تجتمع على هدف واحد اللي هو الهدف خدمه العراق هدفنا ارتقاء بلدنا ووصوله الى مصاف الدول العالميه هواي اهداف تجمعنا ولكن للاسف مه. لن يتحقق هذا طيب اكو معرقل معين لو هي قضيه مصلحه الاحزاب واختلاف في الفكره هي اللي سبب معين اولا نزاع الزعامات دائما كل المكونات وكل الاحزاب تسعى الى زعامه المكون، اليوم الشخص الفلاني او القائد السياسي الفلاني يريد يعتبر نفسه هو زعيم هذا المكون. الاخر ايضا هم من يعتبر نفسه زعيم، مو بهذه المقاييس والاختلافات ولن نصل الى توحيد لاي بالفعل نعم طيب انا ما اريد اخذ بقضايا سياسيه حتى المواطن العراقي للامانه الان يبحث عن قضيه خدمات القطاع التربيه التعليم الصحي اصبحت بالنسبه الي مهمه جدا خلينا ندخل في محور حلقتنا المهم ايضا فيما يخص قطاع التربيه هذه السنه الدراسيه الحاليه صدرت كثير من القرارات من قبل وزاره التربيه وحضراتكم ايضا كجهه تشريعيه وكجهه رقابيه تابعتم هذه القرارات اشرتم ملاحظات على بعض القرارات وايدتم بعض القرارات اللي هي قد تعتقدون انه هي جزء من عدم مهم بالمسيره التربويه طبيعة هذه القرارات ما لها وما عليها بالحقيقة ملف التربية من الملفات اللي هي مهمة جدا واللي هي تعني إذا أقول لك مثلا 20 مليون يعني بين طالب بين معلم بين مدرس بين يعني الكوادر التربوية أوه. إحنا نهتم في نصف المجتمع العراقي أوه. موضوع التربية يعني كل بيت وكل عائلة وكل فرد عراقي ألفت فد شيء في هذه الوزارة أوه. وهذا المفصل وزارة التربية بالتعاون مع لجنة التربية اتخذت هناك كثير من القرارات وإحنا بالحقيقة كلجنة التربية دائما ما نجتمع إحنا نعتبر صوت الجمهور النائب هو صوت الشعب صح. والوزارة هي جهة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين والأمور اللي هي يعني تختص بها تتدخل لجنة التربية حينما يكون هناك ظلم أو 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 يعني مثلا تجاوز على حقوق الطالب أو المعلم أو اي من مفصل من مفاصل التربيه <applause> كثير من القرارات كانت يعني في صالح الطالب او في صالح المعلم وكثير اكو قرارات لا يعني اثبتنا انه هي مجحفه واثبتنا انه مو صحيحه وممكن مرات وزاره التربيه تتراجع في قرار معين ومرات تمضي بقرار اخر <applause> يعني مثلا موضوع الدور الثالث كانت لجنه التربيه يعني ماضين بهذا الاتجاه وصارت عندنا مناشدات الى دوله رئيس الوزراء وايضا الى وزاره التربيه وتحركنا كثير على هذا الموضوع ليش قولي لي الاسباب مع العلم اني من النواب الذين كنت ارفض رفض قاطع ان يكون هناك دور ثالث لانه مم. احنا طلابنا لازم نمشيهم على السيستم انه الدور الاول والدور الثاني وينتهي الموضوع في سبيل انه نعطيهم وقت حتى يتوجهون الى القبول بالجامعات مم. موضوع الدور الثالث كان ملح جدا علينا كون انه هذا العام الدراسي بالذات شهد يعني معقلات كثيرة منها انه كانت الكتب واصلتهم بشكل متأخر يعني لا حوالي شهر 11 وأكثر المدارس في القرى والأرياف في الأطراف كانت مواصلة المناهج بعدين موضوع كان هناك أكو مواد بالسادس وبالثالث محذوفة والمواد هذه المحذوفه رجعوها بهذا العام الدراسي الماضي مو العام الدراسي اللي دا اتكلم لك عنه رجعوها على الطلاب واكثر الطلاب ما متهيئين ومدارس طالب من ياخذ المنهج يبدي من صف الرابع يعني اذا نهى مرحله المتوسطه يبدي بالرابع والخامس والسادس اكو مناهج معينه تخص مثلا المواد العلميه الاحياء الكيمياء الفيزياء هذه المواد هذه المواد اصلا مش كان دارسها الطالب بذيك الفتره وجدتي بالسادس راسا طبت عليه كلها. موضوع الدوام الثلاثي اللي اكثر المدارس يعني بسبب حمله بناء المدارس توجهت الى جمع المدرسين او ثلاث مدارس وصار دوام ثلاثي، <applause> يعني طالب بالدوام الثلاثي ايش قد ياخذ؟ ياخذ له ساعتين. يعني بهاي الساعتين شنو اللي يكفيه انه يدرس؟ <applause> يعني بالنتيجه يذهب الى المعلم او المدرس الخصوصي حتى يساعده في سبيل، يعني <applause> كانت هناك اسباب عده توجهنا الى موضوع الدور الثالث والحمد لله اليوم طلابنا يستعدون لاداء الدور الثالث وشملنا بها بصف السادس الماده الواحده والثنين وثلاث مواد والمتوسطه المواد مفتوحه بالنسبه <applause> لهم. هذه كانت يعني موضوع مهم جدا. <applause> 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 يعني هذا هذا الدور الثالث كل سنه يناقش لا احنا عاميا ما طينا الدور الثالث هذا العام طينا الدور الثالث, الثالث. يعني بنينا الموضوع على هذه اللي قلت لك انهي الاسباب م. اللي هي كانت يعني يعني, ممكن هاي السنه بطلع. ماكو هاي السنه الحاليه ممكن لا لا ماكو دور ثالث لا ما اعتقد نهائيا يعني عاديه هذا كان اكو حاله خاصه يعني ظرف خاص مضينا بالدور الثالث تمام تفضل نعم نعم آه اليوم صدرت قرارات من وزاره التربيه وهي يعني نقدر نقول بأهدافها أنه لمعالجة بعض السلبيات في إدارات المدارس لكن أنا أشوفها بالنسبة لي كوجهة نظري من خلال وجودي في لجة التربية واني الجهة الرقابية أنه بها إجحاف على المدرس وعلى المعلم إعفاء المدراء اللي طلعت نسب النجاح عندهم متدنية ماشي أوكي بس أنت من تجي تحاسب المدير وال وال والإدارة على نسب نجاح متدنيه مم. لازم تكون انت مقدم له كل امكانيات العمل فما معقوله لي مدرسه في قريه نائيه مم. ما عندهم كادر تعليمي يعني احد المدراء واحد اثنين يجونا للمكاتب مالتنا يقول انا ما عندي معلم ما مع رياضيات اذا انا ما عندي معلم ما مع رياضيات وطلعت نسبه الرياضيات عندي صفر ما نجحوا الطلاب ما عندي معلم هذه مسؤوليه من مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه المديريه العامه اللي هي ضمن قاطع هذه المدرسة أو أن توفر الكادر تدريسي توفر أن توفر الكادر التدريسي نعم. من تكون مهيئة للطالب صف مناسب يجلس به الطالب مو مقعدة بكرفانات إذا تدخل لها شوف كأنه ما عبالك حاط حق حقل مال دواجن وحاط الأطفال به من من الريحة ومن الجو والخنقة اللي بيه الطالب ما أعرف يعني شلون عايش به وشلون وحاطين لهم بيفة 60 70 طالب من تكون المدرسه النائيه ما متوفره بها لا طريق ولا مي ولا كهرباء ولا خدمات اخرى انت ما تقدر تحاسب على نسب معينه اذا ما توفر الامكانيات الحقيقيه في انه تحاسب المعلم او تحاسب المدير او تحاسب وتطالبهم بنسب نجاح يجوز انه تحاسبه في مراكز المدن اللي هي متوفره بها كل هاي الامور ولكن بالقرى والارياف المفروض ان تكون هناك استثناء لهم الى حين ان تتوفر لهم الادوات والاساليب الحقيقيه في انه يقدمون العلم ويقدمون ال مع مع الالتفات الى انه طلاب القرى والارياف يختلفون عن طلاب المدن مم. بالقريه والريف الطالب من يوصل البيت يذب الجنطه مالته لانه فلاح صح. من يوصل البيت بس ياكل لقمه قالوا له روح لو روح يعني يرعب الاغنام لو روح يساعد امه وابوه بالزراعه يعني يجي هالكان اذا بنفسه ثاني يوم يشيل جنطته ويروح المدرسه هذا يطلعون نسبه العبء كله راح يكون وين على المعلم بالمدرسه جيد مع هذا هم عندهم نسبه هذا الطلاب ينجحون ويتفوقون وعندهم يعني نسب نجاح في بعض المدارس جيده جدا ولكن أي. انا نوه لهذه الحالة حتى تكون وزارة التربية والجهات المعنية ملتفتة إلى أنه هذا المعلم وهذه الإدارة ما يصير تحاسبها حالها حال المدينة اللي متوفر لها كل شيء طيب هاي فيما يخص القرارات نعم. بعد ما عندكم اعتراضات على قرارات وزارة التربية لهذه السنة آه لا بالحقيقه وبعدين هم انا انوه لك على شيء ثاني، انا اليوم من اجي احاسب مدير المدرسه عن نسبه وأنا مسوي دخول شامل. منطيهم دخول شامل. اذا من سويت دخول شامل يعني هو راح يدخل اللي اللي المدير مشخصه انه شاطر والكسلان كلهم ذولا اللي لما راح ينحسبون راح ينحسبون نسبه على المدرسه صح ومن اجي اعفي المدير يعني ادبيا ما يصير اني يعني ابخس حقه بانه اجيبه مدير ارجعه معلم واخليه في نظر زملائه يعني محرج هو من صار مدير كان معاون قبل ان يكون مدير فعلى الاقل انه رجع معاون وهي هو عمل ما بعاد ولكن يعني كحاله نفسيه راح تعيش انت في حاله نفسيه مو صحيحه واني ما جاي انتقم من عنده احنا العقوبات من نجيبها نجيبها في سبيل التقويم مم والاصلاح مو اجيبها حتى انتقم منه وحتى هنا وحتى سوي او حتى اسوي له فد شيء او يغثه. طيب خلينا نبدا بموضوع الابنيه المدرسيه، هذه نقطه يعني واحد من الملفات المهمه في داخل ملف التربيه بصراحه عندنا نقص كبير بالابنيه المدرسيه وش قد ما نحاول انه احنا نبني مدارس او اعاده تاهيل اذا محتاجين 50 الف بالسنه الاخرى بعد نحتاج عدد مضاعف 60 70 الف هذا ملف ايضا مهم في لجنه التربيه ركزت عليه فيما يخص الابنيه المدرسيه الاحتياج الفعلي للابنيه المدرسيه طبيعه انه شو حتعالجون هذا الملف حقيقه هذا الموضوع اول ما بدا العام الدراسي عندنا كان إنه لقاء مع دولة رئيس الوزراء م. لجنة التربية برئاسته وبكل أعضاء فذهبنا قعدنا دولة الرئيس وكانت المشكلة مطروحة أول مشكلة هي مشكلة الأبنية المدرسية م. لأنه لحد يعني قبل سنتين عندنا مشكلة حقيقية في إيجاد الأبنية المدرسية والعراق محتاج إلى عشرة آلاف مدرسة يعني عشرة آلاف مدرسة المفروض يعني على مدى اقليم كردستان لو لا لا بس احنا يعني احنا نحكي محافظاتنا اقليم كردستان هم عندهم وزارة وعندهم آه يعني متطلباتهم تختلف نعم. آه احنا محتاجين الى عشرة آلاف مدرسة عشرة آلاف مدرسة اذا نشتغل يعني بالسنة الواحدة دا نسوي لنا الفين مدرسة همين على مدى خمس سنوات يا تنحل هاي المشكلة صح ولكن بالحقيقة دولة رئيس الوزراء ركز على هذا الموضوع وكان هناك بناء وبشكل متصاعد من قبل محافظه بغداد ايضا اخذت بعض المدارس ووزاره الاعمار والاسكان شركه الفاو صار اكو حمله كلش يعني قويه وانجزت مدارس كثيره واليوم احنا نشوف كل شهر اكو افتتاح لخمسه او ست مدارس او عشر كركو ورصافه يعني بدات تبين انه مم. بدا عندنا شويه ملف المدارس والابنيه المدرسيه بدا يخف اكثر يعني بشكل مهم جدا. طيب الحقيقه هذا وهذا ايضا همنا بناء المدارس ايضا همنا خلقنا مشكله وازمه انه اكو مدارس اندمجت على بعضها وصار بها الدوام ثنائي او ثلاثي هاي مشكله ولكن نتحمل احنا نقول فد سنه يتحمل سنتين الطلاب يتحملون مم. الى حين ما يكتمل العدد اللي مطلوب ويصير الطالب يقعد بمدرسه يعني جيده كثير جي. انت لما تلاحظين كرخ ورصافه وسنتر المدينه موجود ممكن بعض المحافظات بها استعدت المدارس بالقرى والارياف ماكو مدارس. آه نعم اكو مشكله حقيقيه بالقرى والارياف المدارس الاطراف هسه اقول لك الاطراف في جنوب بغداد او شمال بغداد نفس المشكله ونفس المعاناه. آه ايضا عندنا مشاكل آه تخص تملك الاراضي مم. اللي يتم بني عليها المدارس. <applause> القرى والارياف اكثريتهم الارض مالتهم تابعه للاصلاح الزراعي يعني مم. سند 17 آه هذا يعني يقف مثل يقول يعني مانع ولكن ايضا صار قرار إنهم الارض اللي تابعه للاصلاح الزراعي يمكن تحويلها الى الابنيه المدرسيه تتملكها وزاره التربيه وعادي ماكو اي اشكال بها وايضا همنا تجاوزنا هذه جيد المشكله. هذا قرار جيد. كلش ممتاز هذا جيد يعني اعطانا مساحه انه نتحرك على بناء مدارس بمناطق نائيه وبعيده. ايش قد نسبة تقريبا تحتاج بالقرى والارياف نسبة من ال 10000 مدرسة تقريبا؟ القرى والارياف يعني اذا اقول لك يمكن فد 3000 مدرسة تحتاج تحتاج 3000 في كل اطراف يعني كل من كل محافظة اي أل محافظة من كل محافظة المشكلة الاكبر المدارس الكرفانية اي يعقل احنا في عام 2024 على نهاية احنا ندخل 25 ولحد هاللحظات وانت اشرتي ومتابعة هذه القصة انه في مدارس كرفانية وحضرت وصفتيهم وهذا حقيقة انه حقل ما الدجاج وكانه هي الأطفال ايه ايه بهذه الطريقه والله العظيم احنا نزور المدارس يعني يعني صراحه يعني حاله ماساويه انه مم. تشوف طفل قاعد بهذا المكان لا تهويه لا شباك لا اناره لا يعني في يوم جدا مو المدارس الكربانية ظاهره يجب ان تنتهي مم. وللعلم انه في منطقه الرصافه في اطراف العبيديه يمكن الفضالية قبل فتره ايضا انتشر مرض عندهم لانه يعني تدري المنطقه الصفوف كلش مختلطه نعم. ومكتظه ومن يتمرض واحد من الاطفال اكيد بسرعه يعني راسا يعدي كل زملائه ايضا احنا في جنوب بغداد عندنا نفس المشكله والمدارس الكربانيه يجب ان تنتهي باسرع وقت اكو خطه اكو توقيت معين نعم اكو خطه عم واكو هناك يعني عمل على بناء هذه المدارس مم. يعني لاي سنه ممكن تنتهي الكرفان؟ يعني اعتقد انه خلال يعني ما اريد اكون جدا متفائل خلال سنتين يمكن تنتهي هاي المشكله. جيد ممتاز يعني ممكن. إيه ان شاء الله. جيد. اروح الى موضوع المدارس المتميزين والمتفوقين. مدارس هاي صاير عليها سياتنا. مشاكل صاير عليها مشاكل كبيره بصراحة. مشاكل كثيره مدارس المتميزين هاي مدارس يعني قديما كانت تسمى مدارس الجذب الجيد. م. مدارس بها قانون بها فقره قانونيه في وزاره التربيه موجوده وهي ثنائيه اللغه تدرس المواد كلها باللغه الانجليزيه. سنويا يقدم يعني عليها الطلاب بشكل الطالب المتميز اللي هو معدله من 94 95 فما فوق ولكن ايضا اصيبت بالظلم وين؟ اقول لك. انه بالجامعات انت طالب يدرس على مدى كل المراحل يبدي من اول متوسط الى السادس الاعدادي يقرا كل المواد مالته باللغه الانجليزيه ما عدا الاسلاميه واللغه العربيه كلها يقراها باللغه الانجليزيه يعني يحسب التجديد يصرف وقت بين ما يترجم الماده وبين ما يرجع يعني وقته كله يقضي ترجمه وقراءه كذا نجي الى التقديم على الجامعات ما عندهم حصه ولا عندهم اي امتياز اي امتياز ما عندهم السنه اللي ماضية كانت حصتهم 10% من قبول بالجامعات الاقسام الطبيه، وبعد ان سوينا اجتماعات مع معالي وزير التعليم العالي رفعنا هذه النسبه الى 15%. جيد. وهذه السنه اعتقد حتى ال 15% ما موجوده لهذه المدارس، اذا هم مصابين بخيبه الامل، واعتقد انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون هناك يعني تدني في في قبول ال او في التوجه الى هذه المدارس م. لانه الطالب يقول لك انا ليش دا اقرا باللغه الانجليزيه وتعب ابني ويدرس هاي الدراسه كلها وبالنتيجه بعدين قابل هم نشوف بالقبول هو أيه حاله حال الطالب الاكتئاب هم نشوف اللي هم معدلاتهم 85 و90 ويروح يجيب استثناء من مدير من وكيل وزير او من مدير مديريه عم يروح بمدرسه المتميزين لا السنة الاقبال عليها خف أكثر من هواية من السنوات الماضية. عشرات يخابروا على هالسنة الإقبال صار على المدارس المتفوقين. اي صار الإقبال أكثر على المدارس المتفوقين. يعني هي مدارس المتفوقين اعتبرها أني مدارس من النوع الجيد اللي يعني تجمع الطلاب بالمستويات الدرجات العليا. ولكن هي بالنتيجة مدارس اعتيادية ما بها أي امتياز ولا تحقق بالطالب أي شيء يعني يختلف عن المدارس الباقية لا شنو هذا الإصرار عليها يعني دائما الناس تتوجه ما أعرف يعني شنو السبب آه بس يقول للابن مدرسة المتفوقين أو يجوز, يجوز على هذا الموضوع صح بلس. بينما فعليا تجي تجين تلقين بعض المدارس ما بها أي امتياز إي بعد تلقين بالمقابل هناك مدارس حكومية فيها التدريس جيد على مستوى نعم. آه التدريسي على مستوى كمدرسه قد تضاهي هذه المدارس الموجوده <applause> احنا تواجهنا مشكله في بدايه العام الدراسي بالقبول الزايد على هذه المدارس زين انت من تقول للولي الامر تقول له تقبل ابنك يقعد بصف ب 60 طالب ليش ما يروح المدرسه القريبه عليه اللي هي بها مثلا 30 طالب مو احسن له نفس المدرسين ونفس المعلمين ونفس الادارات ونفس المدارس شنو الفرق يقول لك لا لان هاي متفوقين بس هي ما بها اي لا ماكو اي <applause> المشكله الاكبر ذن كلهن ممكن يتعاجب بس المناهج أنا على أقل تقدير على أقل تقدير لمدة عشر سنوات عندي منهج ثابت نعم مو هذه السنة أطبع منهج والسنة الثانية أجيب منهج آخر أو أسوي حذوفات هاي السنة والسنة الثانية أرجعها لا يعقل سابقا هل هذا العام ما صار أي تغيير بالمناهج العام اللي سبق أيضا مكان أكو مرات كانت هناك يعني أقدر أعتبرها أني شبهة فساد مم. في تغيير يعني كتاب كامل أعيد الطبع ماله على متغير سطر واحد سطر واحد غيره أعيد طبع كتاب كامل هذا الشيء يسموها يسموها هذه فساد مالي صح فساد مالي ليش اريد أن اريد اعيد طبع هذا العنوان حتى اخذ عنوان كتاب اطبعه على مود تصحيح سطر واحد هذا بتوجه الى فساد والى يعني هذا هذا فاتحين بيتحقيق حضراتكم نعم و وبعده العام وهاي السنة ما صار عندنا هذا من يصير أكو مثلا اختلاف في عنوان معين أو شيء يصلح الكتاب نفسه ويتم تعميمه على أرقام هذا؟ يعني بعدها سهية في في طور التحقيق أي في طور التحقيق طيب في ديوان الرقابه الماليه جيد يعقل انه وقد تكون هذه جزء لعبه من اللي تتحدثين حضرتك بها انه مو على سطر انه اكو سطر ما موجود بالماده اساسا او جا غير ماده موجود بهذا <applause> نعم يصير هذا هاي هم تدخل باطار انه على نعم هذا في ها اي يعني بعض الجهات تحركت بهذا الموضوع مم. في سبيل انه اعاده طبع بعض العناوين بس لا اكثر نعم جيد بس باقي المناهج تشوفوها لا انتهت هذا ما موجوده كتقييم كتقييم مم. للمناهج والدراسه ما بيننا وبين دول الجوار شلون تقيمين؟ المناهج العراقيه صعبه وإحنا داخلين على المناهج العالمية اللي هي منظمة اليونسكو آه يعني الطالب العراقي حقيقةً يتعب بها وايد حتى مم يعني أنا شفت المناهج الابتدائي آه صعبة جداً ولكن نقول إحنا آه يعني أولاً آه الطفل عقليته تتقبل وانت الدراسه العراقيه على مدى كل السنين الطالب العراقي طالب متميز صح. وطالب ذكي م. وانت تشوف مستوى الشهاده العراقيه يعني خلال كم سنه دنا مستواها ولكن ترجع لاصلها م. ويرجع الطالب العراقي من يسافر لاي دوله ويحمل الشهاده العراقيه يفتخر بها. طيب ليش بعض الاحيان عوائل الطلبه اهالي الطلبه يشكون يقول لك مدرسه الماده كذا ما تقدم الماده بالشكل الصحيح. أو يجيك طالب يقول لك آني فاهم المادة وهضمها أكثر من مدرستي أو معلمتي خرجنا الطلاب الجامعات الخريجين الجامعات اللي هم تعينوا والمعاهد معهد المعلمين صار كم سنة ما عن هذه أتوقف ولكن المدرسة الحقيقية مم. والمعلم الحقيقي هو اللي يطلع من معهد إعداد المعلمين مم. أنت اليوم الطالب من راح مثلا درس بالاداب درس فرع مثل اللغه الانجليزيه او درس تاريخ او جغرافيا او عربي هو صح اخذ ماده ولكن ما اخذ طرائق تدريس صح يعني هو الماده العلميه عنده ولكن كيف يوصل هذه الماده العلميه الى الطالب الى عقليه الطالب ما عنده هذه فاذا يا اما ان هذه الكليات تخلي طرائق تدريس يا اما انه ندخل كل المعلمين والمدرسين الى دورات هاي, هاي موجود معلومه ليش هسه بدينا مم. بدات وزاره التربيه بشمول كل المدارس والابتدائيات والاعداديات وكلها بشمولهم بدورات تاهيل. يعني لازم يدخل دوره يتاهل و... انه كيف يوصل الماده وعلى اثرها يصير تقييم للمعلم او للمدرس وعلى اثرها طبعا هو لازم تاهيل وتعطيه طراق التدريس لانه مم. حتى يوصل يعرف شلون يوصل هذه الماده الى ذهن الطالب. طيب نعم اضطرت اغلب العوائل الطلبه ان يلجؤون الى المدارس الاهليه والمعاهد الاهليه لاعتبارين مرة تقول لك كان المدرسه الحكوميه اللي بجنبي هي ليست بالمستوى المطلوب نعم. لمسببات اخرى وبنفس الوقت هاي المدارس الاهليه صارت عباره عن تجاره نعم هذا الشيء بالتاكيد مم. ولكن انا اعتبر المدارس الاهليه كرافد ومساعد للمدارس الحكوميه كل دول العالم موجوده وهي حاله ترفيه اليوم مم. انا مثلا وضعي المادي جيد ومرتاح واريد اودي ابني مدرسه بها مواصفات معينه، بها رعايه اكثر، بها عنايه اكثر، بها اهتمام اكثر. يعني انت ما تقدر تغصب على المواطن تقول لك يقول لك انا اريد ابني يعيش برفاهيه اكثر من المدرسه الحكوميه. صح وهذا هو من حقه. مم يقدر يوديه بالحكومه يقدر لكن احنا موضوع المدارس الاهليه مم والمعاهد صارت بها حاله من الموالاة بالاسعار. وماكو قانون يضبط هذه، هسا على مدرسه القسط مالها 4 ملايين، م. وتجي على مدرسه ثانيه قصتها مليون، وتجي على مدرسه ثانيه، شنو الضابط؟ وشنو المعايير؟ وشنو السيستم اللي هم يشتغلون عليه؟ ما تعرفه، لان القانون قديم والقانون ما محدث، وهسه احنا كلجنه التربيه دخلنا على موضوع مدارس الاهليه والمعاهد، م. لازم نوضع لها ضوابط م. وتتساوى او على الاقل انه م. تقترب من بعضها في تقييم المدرسه شنو؟ تقييمات المدارس، اكو مدارس عباره عن بيوت صغيره هو هذا الرديف 200 مدرسة. وخمسين متر سواها مدرسه 150 متر سواها مدرسه وهذه يعني غير صحيحه هاي تعتبر شغلات عشوائيه شنو طبيعه الضوابط التنم. اللي ممكن ان تضعوها بالفتره القادمه وفقد. الضوابط بالابنيه مالتها ان تكون ملائمه للطلاب الصفوف التعيين اللي يكون بها التعيينات اللي بها، انا يعني ليش اجيب معلم ياخذ اجازه خمس سنوات يروح يدرس بمدرسه اهليه وياخذ راتب من الدوله ياخد. لا أنا اسوي له قرار انه ما اسمح له ان يعين الا الخريجين اللي هم متعينين مم. حتى اولا افتح منفذ لهذا الخريج اللي يتعين اللي يتخرج وما جت فرصه للتعيين الحكومي خليه يشتغل بالمدرسه الاهليه مم. هم انطي فرصه انه يعمل ويشارك مع زين شو وقت تطلع تقريبا الضوابط والشروط إحنا بدينا هسه كلجنه التربيه بدينا نقرا بالقانون والتعليمات اللي بيه وان شاء الله راح نبدي بالاجتماعات المقبله نجهزه في سبيل على ذكر الطلبه عفوا المتخرجين الجدد اللي هم اللي او اللي هم المحاضرين عندكم اعداد قد اعدادهم موجودين هل عندكم تنسيق بينكم وبين وزاره الماليه مع وزاره التربيه عن موضوع التعيين؟ التعيين المحاضرين يعني هسه صارت اكو عدن في بغداد المديريات كل مديرية أخذت 2500 محاضر هذول اللي هم موجودين وعدهم مباشرات وعدهم يعني حضور بالمدارس وأيضا هسه همينا راح نشمل جت عندنا هسه 50 ألف درجة من محافظة بغداد 150 أيضا هم راح نشمل بها بعض الاختصاصات العلمية مثل لأنه الفترة الأولى كانت تعيين المحاضرين عشوائيا وكانت هناك اختصاصات ما محتاجينها حقيقة وبقانا وبقينا ولحد الآن عندنا نقص باختصاصات العلمية واللغة الإنجليزية بالفترة الجاية إذا راح نطلب الاختصاصات العلمية اللي تحتاجها وزارة التربية نعم. وهذول ال 150 ألف درجة لا تحسب إنه إذا تحسب إنه الخريجين إحنا كل سنة يتخرجون عندنا طلاب يعني ويتخرجون عندنا شباب وكلهم ذولا يبحثون عن فرص العمل ويبحثون عن التعيين. طيب مين. هذا 150 ألف بهاي السنة هاي سنة مخصص لهم التخصيص المالي؟ اي موجوده هاي بالموازنه جيد خليني اسالك وبعدين اروح على المشاريع اللي داخل اللجنه. من تتحدث في وزاره التربيه يقول لك ترى كتخصيص مالي انا ما عندي بالمستوى المطلوب كتخصيص مالي وانتم كلكم تريدون من عندي واني مو وزاره دا تجيني ارباح أنا وزاره استهلاكيه. هم مرات تطيح حق تقول لا خلاص اذا انت دوله ما وفرت له بالموازنة السنوية المبلغ الكافي اللي يحتاجه لو انت تشوفي مقتنعين بالمبلغ اللي تقدموه كل سنه نواب المبالغ اللي رزت لوزاره التربيه بالموازنه هاي الموازنه الاخيره من ثلاث سنوات لا مبالغ كافيه ومجزيه وقمنا بطبع المناهج الدراسيه وتاهيل بعض المدارس ولكن مرات تكون الموازنه ورقيه يعني مكتوب انت لك تخصيص مثلا 15 مليار لفلان مثلاً لترميم وتاهيل المدارس ولكن ما تجيك من عندها مثلا ثلاثه او اربعه ليش؟ هي موجوده بالتخصيص ولكن تعرف انت وزاره الماليه تتصرف بما لديها من السيوله مم. مو دائما اللي مكتوب بالورق هو يوصل الى الوزارات مم. ولكن وزاره التربيه ايضا هم عندها موارد ليش ما عندها موارد؟ عندهم ايضا من الجباية الرسوم اللي تاخذها على الامتحانات مال الطلبه وعدهم من المدارس الاهليه ايضا هم منها تروح لهم نسبه يعني اكو هم اكو رقم معين؟ لا ما اكو ارقام معينه بس عندهم نسب من المدارس الاهليه قد يغطي الاهلية حاجه 5% 10%؟ يعني اذا تقول هالشكل بهالحدود هذا طيب كلجنه التربيه النيابيه اكيد عندكم ممكن تعديل مشروع قانون ممكن مشروع قانون جديد؟ على تشتغلون لو ما عندكم شيء خلص بهذا الموضوع التربيه. لا هو احنا القوانين اللي معمول بها قوانين جيده ومتماشيه نبقى احنا ن... قلت لك انا هسه احنا قانون التعليم الاهلي هذا هسه بلشنا به احنا. و... هذا مشترك مع وزاره التعليم العالي والتربيه لو راح تشتغلون وحدكم وهم يشتغلون وحدهم هم عندهم مشتغل... مشروع قانون التعليم الخاص. اي لا هم التعليم ايه. الخاص والجامعات الاهليه، نعم. احنا عندنا قانون المدارس الاهليه والمعاهد. نعم. هذا احنا اللي نشتغل عليه. يعني لانه قانون قديم ويحتاج الى يعني متابعه ويحتاج الى تجديد لانه مضت عليه سنين طويله. م. ما سمعت في يوم من الايام مستجوبين الوزير او وكيل الوزير او مدير عام وجايبين مجلس النواب مستجواب استضافه على اقل تقدير. والله طلبات بس بنهايه السنه لا <applause> لما يصير عليكم ضغط تجيبوه <applause> غير شيء ما هاي ملفات كلها سياسيه. <applause> <applause> <زيان؟ تصفيق> للاسف انه السياسه دائما ما تتدخل في العمل وتفسد العمل. يعني السياسه ما تصلح هذا. يعني احنا اذا اكو جهه سياسيه تدعم الوزير المعين فكل ما إيه. واحد يريد يسوي له استجواب عليه او يريد يجيبه سؤال يا بس انا ما راح استجوبه بس اذا اجيبه اسوي له سؤال برلماني لا لا هذا خليه وبعد كذا يعني تتدخل المجاملات بالموضوع. هاي مشكله؟ مشكله احنا هذا صار لنا بهاي الدوره صارت مم. هذه اما بالدورات السابقه انا نائبه ثلاث دورات يعني الدوره الثالثه. يعني كنا دائما نجيب الوزراء نسالهم سؤال برلماني واذا اقتنعنا بالاجابه اقتنعنا ما اقتنعنا نحوله الى استجواب والاستجواب ويعني عملنا هذا الموضوع مع ست سبع وزراء بالدوره مال 2014 دي. اعرف مدى مصداقيتك وصراحتك نعم. وحتحدث وياك بطريقتين اتحدث وياك كأم واتحدث وياك كمسؤوله زيت حجم الكوارث اللي تجيكم من قضيه مخدرات في داخل المدارس؟ ايش حجم المشاكل اللي تجيكم من طالبات يتراجرن بالسجاير يتاجرون بكذا كثا كثير من القضايا وهذا دخل الفيب هسه بالاخير وكوارث. بصراحه اصدقيني القول في 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 ما تشوفوه من مشاكل بداخل المدارس. يعني هسه تحدثت لك كأم إيه أقول نعم اقول لك المجتمع العراقي يمر بكارثة حقيقية. م. وأوجه ندائي إلى كل الآباء والأمهات م. أنه دائما يركزون على أولادهم ويتابعوهم بشكل دقيق. م. مو بس بالمدرسة، بالمدرسة وبالشارع وبال بالكافية وبأي مكان يتحرك الولد أو البنت أو أي أحد من أفراد العائلة. م. لأن اليوم العراق وقع في هذا البلاء ووقع بشكل فظيع جدا ما مخفي كثير ولكن ما معلن قليل جدا أنا في لجنة مكافحة المخدرات أعمل بهاي اللجنة صارنا تقريبا سنتين تشكلت في مجلس النواب بقرار نيابي اللي نطلع عليه أشياء يعني مهولة أشياء فظيعة المجتمع يعني دخل في هذا الوباء الكارثي ودخل إلى أكثر البيوت العراقية للأسف بالمدارس، المدارس حالها حال أي مؤسسة، المدارس، الجامعات، الدوائر كل 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 المجتمع. تجارة يعني مخدرات المدارس؟ ماكو تجارة ولكن هناك اكو تعاطي, تعاطي بي بي بتغشيش يعني، مم يعني شلون يعني باللعب على عقول الأطفال، مم يعني اليوم مثلا تجي بنت تقول لصديقتها تقول راح حباية، أنت راح تركزين بدراستك وراح تصحصحين وبعد ما مت تنامين. على مود الامتحان حتى تبقي ذاكرتك كلش قويه الطفله من تاخذ هذا او الولد من ياخذه فعلا هو راح يصحصح وراح ينتبه وطبعا هاي نوع من انواع حبوب الكريستال وكبتاجون والزيرو واحد هذه الانواع طبعا فعلا راح تخليه مصحصح وبعد يومين ثلاث ايام يشتهي ينام ومركز ولكن بالنتيجه هو اصبح مدمن واصبح جيد. اسير لهذه الحبة جيد وأسير وتضطر الآن. لانه شافتها بالفعل او هو شافها نعم. صح صح وقد تكون بالفعل شاف نفسه انه حتى يرجع حاطة على النفسية. نفس المصدر اللي موجود نعم. يطلع حبايه هالمرة واشتريها بفلوس هالمرة طت هي يعني مجانا مجانا المرة الثانية راح تقول له روح جيب فلوس مم. من تلقى فلوس تجيب من ما تلقى راح تسرق من العائلة راح تضطر تاخذ منهم يعني مآسي ومصائب كثيرة مم. واعتقد انه الناس مو غافلين عنها لانه بده يعرض على يعني الموقع الحالات اللي وصلتك اللي, وصلت اللي سمعتيها او اللي شفتيها يعني فعلا هو قلتي خلاص هاي صدمه بالمدارس اكو حوانيت آه بدات يعني كانت تتعاطى بهذا الموضوع اكو حتى ادارات مدارس متعاونين مم. بهذا الموضوع طبعا كلها خضعت للتحقيق وللذهبت الى الأجهزة الامنيه آه سياده النائب آه يحكوا لي حقيقيه الطالبه اذا ما تريد تجيب مخدرات او تنقل مخدرات اكو بعض الاقلام تفتح من هنا وتفتح من هنا تحط بها السيجاره الرفيعه هاي الفيبات مو الفيب لا لا مم. تجيب سيجاره عاديه مم. تحط هاي السيجاره هنا اوكي وتغطي السيجاره بداخل هذا القلم وتدخل المدرسه طبيعي إن هي شايله قلم كل شيء يسوون تمام يروحون بعدين للحمامات يفتحوها وعندها جدّها وتدخل يتفننون يتفننون في هذه وهذه مم. كلها وراها اجندات وراها جيد يعني والفيب هم ايضا موجود الفيب طبعا هذا ظاهره وظاهره خطيره ايضا مم. وبدات تتعاطى الاولاد والبنات والطالبات كلهم شنو طبيعه القصص اللي سمعتيها بهذه القصص؟ كثيره والله قصص مؤلمه ويعني ناسف انه نسمع قصص اشياء كثيره يعني ما اقدر اطرحها هنا بالاعلام لانه هذه ما نحب انه بس هي اكيد يعني الناس كلها تعرفها لأن مال ما قاعده تنشر اشكال الوان هذا هذه تجاره المخدرات على المستوى في المدارس وخارج المدارس بالفعل تقودها مافيات بها اشخاص هم بالاجهزه الامنيه والسياسيين هي مو شرط تجاره المخدرات هي تجاره عالميه مثل ما تعرف وهي تمويل ايضا همنا لكثير من الجهات أه العراق للاسف كان بلد يعني مرور للمخدرات ولكن اسفاً انه اليوم اصبح العراق يمرر المخدرات يتعاطى المخدرات يصنع المخدرات ويتاجر بها يعني اليوم اصبح كل الفعاليات اللي هي تخص المخدرات كلها وهذا بسبب ضعف القانون اللي يعني كان سابقا بس اسمه يتعاطى المخدرات ياخذ حكم مؤبد لا يعدم اما اليوم نشوف لا يعني يتعاطى يدخل التوقيف بعد شهر بالزايد قال له روح اطلع معكم آه عندنا قانون المخدرات هسه موجود في مم. مجلس النواب للتعديل ويجب ان تكون هناك بيئه احكام قاسيه مم. على المتاجر وعلى المروج وعلى المصنع هسه احنا ما نقول المتعاطي المتعاطي دائما ما يكون هو الضحيه بالفعل اي انت تدي بيها تقول انت هناك متعاطي والمتعاطي مو شرط ان يكون مدمن يجوز اخذ مره او مرتين وترك الموضوع مم. متعاطي عندك وعندك مدمن وعندك مروج وعندك تاجر محلي وعندك تاجر دولي وعندك مصنع. وهذه كلها هي المفاصل اللي هي اللي تنشر هذه الماده احنا كنا ترانزيت هسه احنا نطبخ و لا لا حتى طبخ حتى تصنيع ويعني تصنيع وكل شيء وجدت معامل ومعامل مصنعه لماده يعني بكميات مخيفه يعني انت اليوم الغرام الواحد من الكريستال مم. كافي ان يدمنون بخمسه او سته لغرام الواحد طيب زين اذا تلقى معمل مسوي ثلاث اطنان. هاي الثلاث اطنان ايش قد ممكن ان تنتشر بالمجتمع العربي؟ من العراقي. الدول اللي احنا لغرام الواحد يكفي الخمسة او سته اشخاص. لغرام الواحد. من الدول اللي احنا وياهم عندنا تجاره وترانزيت العراق بيش... يعني بكل محيطه يعني متمشكل بهذا الموضوع. منها عندنا من جهه عمان، سوريا، تركيا هذول احنا وياهم في الحبوب الكبتاجون والزيرو واحد ومن جهه ايران عندنا تجاره الكريستال واللي هي من ايران على افغانستان على هذه الدول اللي هي تصنعها وتتعامل بها يعني ما شاء الله حدودنا الشرقيه بها نوع وحدودنا الغربيه بها نوع ثاني. واحنا العراقيين نحب النوع دائما. واحنا دهاني. صايرين الضحيه. <applause> لا نحب النوع يعني دائما احنا في, لا لا من الجهتين احنا إيه عندنا. من إيه الجهتين عندنا. عندكم ارقام معينه تقريبيه بموضوع ايش عدد التجار المتعاطين المصانع. لا ارقام كثيره هاي طبعا. مم. انت هسه لو تريد تسوي مثلا فحص عينات عشوائيه. لا إيه لو سوى فحص عينات عشوائيه تلقى يعني اشياء صعبه. يعني يعني هوايه هواية؟ احنا ايه احنا في لجنه المخدرات طلبنا انه اريد اسوي فحص مم. للمتقدمين على اجازه السلاح اسوي له فحص مخدرات للمتقدم على الزواج اسوي له فحص مخدرات للمتقدم على المناصب العليا القياديه اسوي له فحص مخدرات لسائقي المركبات العموميه وانت طيب. تشوف الحوادث اللي دا تصير انه سائق تريله وهو متعاطي وطب العالم كلها ودمرها زي. طلاب الجامعات اريد اسوي فحص مم. يعني كثير اكو مفاصل اريد اسوي لها لمنتسبي موضح. منتسبي قوات الامنيه اسوي لها للمؤ... يعني تلقي ارقام يعني تصدمك تصدم ايش قد تقريبا نسبه بالمئه هسه أه حاليا اه. اذا اقول لك يعني اكثر من 7% هاي من كل 100 شخص اقدر اطلع سبع اشخاص الى ثمان اشخاص متعاطين من عموم العراق اي اوف اي كثير <applause> يعني احنا 43 مليون <applause> انت تقول يعني انا قلت لك قلت لك ما مخفي بهذا الموضوع اكثر من ما هو معلن ما مخفي اكثر من ما هو معلن هاي كارثه اي كثيره بس الحمد لله انه وزاره الداخليه بدات تشتغل على هذا الموضوع شغل مهم جدا م. مديريه مكافحه المخدرات ايضا اليوم مم. اكو مصحات كثيره حتى مصحات ما كانت عندنا نهائيا هو المصحات أيه؟ المصحات هسه وزاره الداخليه اشتغلت بها دوله رئيس الوزراء طلب من المحافظين يعني كل محافظ يسوي له بالمحافظه مالته ما فد ثلاثه الى اربع مصحات لانه انت اليوم من تاخذه هو كمتعاطي لا تعتبره مجرم وذبه بالسجن يعني مم. اذا ذبه بالسجن يجوز يم عصابه يطلع انه تاجر صح مو ما يكون متعاطي يطلع لك تاجر مم. ف المتعاطي واللي يحجز او يقبض عليه لمره واحده اول مره يودع الى المصحه يودع مصحه يقبض بعد, أي بعد ما يصير فحص فحص بعد ما يفحصون يشوفون انه هو ماخذ ماده مخدره يروح للمصحه بعد ان يخرج من المصحه ياخذ الكورس العلاجي اللي هو يعتبر ثلاثة اشهر اول كورس علاجي بعد ما يطلع من المصحه يروح يا اما ان يعني يتلافى حاله ويترك الموضوع ويتعالج ويطلع واما ان يعود واكثر من يعني اللي يعودون الى موضوع المخدرات كثيرين جدا يعني مه. الشفاء من بنسبه ضئيله جدا. مه. من يقبض عليه بالمره الثانيه لا يتحاسب غير حساب، مه. اول مره نعتبره ضحيه. المره الثانيه لا يعتبر هذا بدون مجرم. حكم مجرم إيه هذا بدون حكم لا أول يروح واحد. للمصحه ناخذ مدير للمصحة زي. المره الثانيه لا يحت... يعتبر ياخذ حكم حالة حال أي مجرم طيب بس أكو مشكلة ثانية أخرى أنت تجيب تاجر المخدرات أو الناقل أو الطباخ للمخدرات تحطه ويا سجناء آخرين موجودين هذا حيعلم الطريق هذا طبعا الموضوع أيضا هم مبحوث ومدروس في وزارة الداخلية يعني ما أنا قلت لك قلت لك المتعاطي الأول مرة ما راح يدخلوا للسجن راح يدخلوا للمصحة وهسه موجودة المصحات يعني وزارة الداخلية بنت مصحات المحافظة ايضا هسه في طور انه تبني مصحات بكل المحافظات. المتعاطي لاول مرة وبعدين لازم تعزل المساجين اللي هم بتهمة المخدرات عن المساجين الاعتياديين. صح يعني واحد رايح مثلا بجريمة حادث او مشا... مشاجرة مش او شيء، عارف هم عارف تخلي المدمن وياه هذا جاي مشكلة يطلع له مشكلة ثانية. صح هذول يعزلون في سجون خاصة بهم. طيب عندي موضوع ارجع شوي بس لوزاره التربيه، شنو طبيعه القرارات اللي تتوقعيها او اللي مهيئيها لطلبتنا بهذه السنه؟ لنهايه السنه تحديدا، بحز... يعني على سبيل المثال السادس اعدادي حيبقون دورين مم. اوكي؟ نعم واكو دخول شامل؟ لو ماكو دخول شامل، والثالث متوسط نفس الحاله، والبقيه المراحل يعني المنتهيه والغير منتهية والابتدائيه والمتوسطه. نفس القوانين وموضوع المناهج ايضا حيصير حدوثات لو لا؟ لا ماكو ما حذوفات بعد ماكو حذوفات حتى الحذوفات اللي كانت العام كانت بنسبة تقريبا يعني 30% بقت من المنهج حتى هذه 30% أتوقع أنه هاي السنة تنزل كامل عندهم تمام ينزل المنهج كامل القوانين نفسها إلا ما استجد به وضع معين يعني احنا نقدر نقول هسه أنا ما أقدر أقول لك منها صراحة أقول لك أقول لك مثلا في هاي السنة هذا العام الحالي ما راح يصير أكو دور ثالث امم يجوز يستجد ظرف عندنا هاي قضية سياسية أو ظروف لا العين. يعني, ظروف الظروف البلد مم. والوضع العام يجوز يدعونا إلى أنه نسوي دور ثالث أو بعد شنو قصدت لي الم... أنا أقصد ما بين الصفوف المنتهية والغير منتهية نفس القوانين بس المستجدات اللي تصير طبعا أكيد احنا نتعامل معها بشكل والإعفاء مستمرين به نفس الإعفاء نفس نعم نفس ما نقول طيب أنا حاب أشكر حضرتك جزيل شكر كل الاحترام وتقدير السيد النائب زيتون الدريمي عضو مجلس النواب وعضو لجنه التربيه النيابيه الله يسلمك كل لكم كل التوفيق بصراحه يسمى بهذا يسمى عملكم الشاق. بالتب... إيه؟ بالضبط عفوا نقطع ال... إيه؟ خلي خليني يعني لا عم خلي كمل كمل نعم. عندك ملاحظة, ملاحظة, ملاحظه معينه تفضلي نعم. تفضلي اذا عندك ملاحظه معينه لا ب... بالنسبه للمواضيع اللي طرقناها حول التربيه نعم احنا اكو موضوع يمكن اذا اذا كنت ناسي موضوع معين عادي تفضلي بي لا لا ما عندي ما غطينا 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 كل الاشياء كل احترام وتقدير حاب اشكرك جزيل الشكر مره اخرى وحاب اوجه رساله ايضا الى كل الاولياء الطلبه بصراحه بكافه الاعمار ضروره الانتباه على ابنائكم من عندك يطلع من بيتك الى ما يصل الى المدرسه وموجودين بالمدرسه الكوادر التدريسيه تهتم بالطلبه تراقبهم تشوف جنطهم كل تفاصيل انت ايضا لما ابنك او بنتك من بنت ترجع من المدرسه الى البيت حاول تشوف الجنطه الحقيبه مالتها شنو اللي موجوده بيها نفس الشيء صار بيها شيء حاول تباوع تساله سؤالين ثلاثه تركز عليه وضع طبيعي غير طبيعي نشط خامل كل هذه الاشياء وحاولوا بكل الطرق يعني لا ضير انه الانسان يوفر بالشهر 10 دقائق 15 دقيقه الاب او الام وتذهب للمدرسه وتسال على ابنائها لا تسالي على وضع الدراسي فقط لا اسالي على انه طبيعه الاصدقاء طبيعه الصديقات اللي تمشوا وياهن طبيعته هو اول ما بيجي العام الدراسي وشون وضعه هذه احنا امام كارثه كبيره جدا هي كارثه المخدرات فيعني مخلصا لكل الاباء والامهات بانه يتابعون ابنائهم بشكل دقيق شكراً جزيلاً وأشوفكم بكرة إن شاء الله إلى اللقاء